الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم، مساء الخير، مساء العافية، شلونكم أخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. رجعنا اليوم وياكم فيديو، والفيديو هذا اليوم ما شاء الله عبارة عن راحة نفسية. حبيبات قلبي بنات، طبعا اليوم راح اخذكم فلوك ويانا، فلوك الزيارة، وراح يعجبكم كلش هواية لان ماكو احلى من الزيارة. واحد راحة نفسية، اتوقعوا اليوم احنا وين رايحين. اكيد من شفتوا هاي الالعاب توقعتوا احنا اليوم وين رايحين. قبل كل شيء اليوم راح اشارككم بكل لحظة. اول شيء وصلتني هذه الطلبية، طبعا هذه الطلبية انا طلبتها من احد البيجات، طلبت جلابية او عباية اسلامية وبسعر يجنن وكلش حلو. طبعا بنات ما شاء الله اجت بوقتها، ويا سبحان الله ديشنتها مثل ما نقول احنا ديشناها للزيارة، وفصالها يجنن احلى من ما كان ببالي بنات، وكلش مريحة وحلوة باللبس، وسواتها من القماش الملكي الاسود، يعني حتى يفيدنا بالاعياد ويفيدنا ايضا بكل طلعاتنا وبمحرم. احلى شيء من الطلعين وتلبسين شيء مريح. راح البس ويا هذه الربطة، دائما احب البس ربطة مو شال، وهذه لبسة يقونة راح تلبس لان الجو حار تدرون، فراح البس. وهم اخذت لها تبديلة وياي، قلت الجو حار وغادي خاف راح نتعشى وهاي. وهذا موسى راح البسه هذا التراكمية، حبيت اشاركه وياكم. قلت لكم اليوم انا راح اشارككم فيديو بكل تفاصيله. طبعا موسى لبسته ويقين هم لبسته انا بعد ما سبحه، وهسه انا جهزت نفسي وما بقى شيء، واني هم بدلت، واخر خطوه هي نبخبخ لهم عطور وراح نطلع. حبايب قلبي بالنسبه للبيج اللي اخذت من عنده هذه الجبايه راح اخلي لكم بصندوق الوصف، مثل ما تشوفون مريحه وحلوه وهذا شكلها باللبس. بس اخذ عباتي بعد واطلع بعد ما تشكنا عطوره. يلا حبيبات قلبي اللي حابه تطلب من هذا البيج اتمنى من عندكم تضيفون حسابها، حسابها موجود قلت لكم بصندوق الوصف ومثبت باول تعليق اذا حبيتوا تطلبون او تاخذون من عندها. طبعا احنا رحنا مجموعه، وشوفوا لي هذه وي تسليمة الشمس حوالي الساعة بالستة ونص تقريبا، كان الجو كلش حلو والجو بارد، ما اقول لكم الجو حار، يعني الجو بارد. هنا اول ما طلعنا هنا وصلنا بنات، طبعا وصلنا قلت لكم حزروا يمكن كتبتوا التعليقات او لا، نبين من السوق ومدينة العاب احنا وين رايحين. طبعا رحنا للسيدة شريفة عليها السلام بنت الحسن عليه السلام. هنا اول ما ندخل جراج السيارات بعته شنهي المدخل مالت الاسواق، بعته ساحة كلش كبيرة، يلا توصلين السيدة شريفة عليه السلام. طبعا هي ام العمليات ام المعجزات ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حالات تشافي كلش كلش هواية بنات، ايش احجيكم شي قليل. هنا السوق مالتها كلش حلو، هذه يقونة وريان بنت خالتها. اليوم يقين لقيت صديقة بعده يقين شي خلصنا صداقة ولقيت. المهم هنا بنات طبعا وصلنا مثل ما تشوفون، طبعا انا صار هواية ما جاية زائرة، سبحان الله حوالي يمكن 3 سنوات ما جاية من صارت يقونة، وهي خومو كلش بعيدة هنا عشان وتعرفون بعد هي عائلة، احنا واهلي واخواني واخواتي كل احنا جايين. هنا موسى طبعا جبت لهم العربانة ويانا، وهنا هذا ماي بارد للي يشرب، وهنا قعدنا بنات يعني الزحم كلش كلش هواي الزحام. هنا البنات بدأوا يصبون العشاء مالتنا، طبعا اني بكل وقت بكل طلعة تلقوني شنو اسوي، اصور فيديو انا للتصوير. فبنات الحمد لله والشكر يا رب ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والزياره والله العظيم، ودعيت للجميع. وان شاء الله شريفه بنت الحسن عليه السلام ما تقصر، من كل من طالب امراده وكل من طالب ذريه ان شاء الله ما تقصر. ويا هنا بعد ما تعشينا شربنا شاي وصبينا لهم شاي هماته. بنات اي حاجه اي شيء عندكم هسه انا راح اطلب للصحن وللشباش الضريح تقدرون تطلبون، والله العظيم انا اتذكر من كنت بيقين دائما اجي ومرات تمرضت وجيتها، ولله الحمد والشكر هنا بعد قاعدين وجانا امرادنا. علق ابيض وشكليته، شوفوا بنات اي طالب امراض طالب حاجه طالب ذريه يقدر يتوجه من المكان اللي هو بيه ويدعي من قريح قلبه، وشوفوا عطاياها شلون، وقولوا يقين ما قالت، واكيد انتم الأغلبية جاي واللي ما جاي لا يقدر يدعي عن طريق هذا الفيديو. يلا بنات هسه راح أروح وأدخل، خليكم ويانا.
اللهم صلي على محمد وآل محمد. شوفوا بنات هنا أنا هذه أول ما دخلنا، شوفوا يقين إيش قد صارت حمرة، لأن دائما من تطلع أصير بهذا الحمار. هنا قعدنا بالباب بين ما خليتهم وأخذتهم واحد واحد زورتهم، لأن إذا اثنيناتهم شلون قلبي. هنا موسى وزعوا، لقيتهم يوزعون قوجة نطوها ميت، وشوفوا هنا وي بس يشوفني أصور يجي يركض على التليفون. وبعد الأطفال وتعرفون الطلعة ويا الأطفال شلون، شوف شوف هسه يشوفني أصور ايش راح يسوون حركات. ولله الحمد، الحمد لله والشكر، وفقنا ورزقنا لهذه السيارة. والله العظيم ترتاح النفوس ويرتاح أي شخص تعبان ومهموم ومريض يجي لهذا المكان ويطلب حاجته ويطلب ومراده. طبعا بنات حركات موسى اللي ما تخلص، بس يشوفني اصور يجي مباشرة على الكاميرا. هنا حاولت خليتهم يزورون، او قلت لكم شوية شوية واحد واحد خليتهم يزور، لان احنا مجموعة مو بس يقين وموسى، لا يعني هواي عائلتنا رايحين ويانا. وشوفوا هذا الشباك ما شاء الله ضريح، صلوات على محمد وآل محمد، يعني بانينها بناء يعني كلش متغيرة. يمكن اللي جاي من قديم الزمان ويجي هزه راح يتفاجئ بالبناء ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا بنات شلون زخمة وشلون زوار هواية بيها. وهاي بنات قربت لكم الصورة حتى تدعون من قريح قلبكم. إن شاء الله يا ربي يعطينا مرادنا ومرادكم، وكل من طالب حاجته تنقضى إن شاء الله، وكل من مديون الله يفك دينه، وكل من مسجون إن شاء الله الله يفرج عنه، وكل من طالب ذرية رب العالمين يرزقه بالذرية الصالحة بحق محمد وآل محمد وبحق أهل البيت إن شاء الله. حبايب قلبي طبعا أول مرة أزور هيك زيارة حلوة وزيارة مريحة، وبقينا هواية حوالي ساعة قاعدين. بس طبعا إحنا بتنا بشريف عليه السلام، بقينا بالساعة قاعدين بالضريح جوا. شوفوا بنات بقينا هواي قاعدين، يعني صدق ارتاحينا، وتالي الليل تخف ما يبقى بهذا الزخم. هنا أهمية صورت، قلت خطي البنات أصور لهم بما أنه أنا رجعت لليوتيوب، وخليهم دائما أشاركهم يعني وأوثق هذه اللحظات. ومثل هيك فيديوهات تفتح النفس، والله العظيم تفتح النفس. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا أنا صراحة أصور وأفكر بكل البنات. هنا بعد ما زرنا وطلعنا أكيد راح نروح للأسواق، يعني أسواقها كلش حلوة، والأسواق همات بنفس الوقت بنات كبيرة. هنا تكرموني أجيت اشتريت حذاء، بعدين راح أراويكم وأصور لكم فيديو مشتريات هميت. لقيت أحذية كلش حلوة ومريحة وطبية بنفس الوقت بنات. شوفوا طبعا الاسواق حلوه هنا، وشوفوا هذا العطر على شكل حذاء تكرمون، كعب كلش حلو. يعني شلون ميزه حلوه، شلون تصميم يجنن. هنا اجينا اخذنا كرزات همات تعرفون يعني اللي يجي زياره. وطبعا بنات متعه النسوان من يطلعن للسوق، لا قلت شنو ولا تقول لي هاي احلى متعه عندنا احنا النسوان من نطلع للسوق، ومتعه الاطفال من يجون للالعاب. هنا طبعا بيها العاب كلش كبيره، اغلبكم يمكن يعرفها بنات، ويعني مساحته كبيره متنزه والعاب، ومثل ما تشوفون بس شنو خفيفه يعني ما بيها ازدحام. هنا اكيد جبنا يقونه حتى تلعب، والجهال اللي جايين ويانا كلهم لعبوا تونسوا كلش هوايه. هنا يقين طبعا هنا صاعده وهذيك الله، وكلش تونسوا وفرحوا الاطفال من دخلوا وين للالعاب. اكيد بعد ما تعرفون الاطفال هنا يقونه هميت خطيه. بس كلش حار الجو، بس تالي الليل لا صار بارد. هنا رادت تصعد بهذه الزحليقه بس ما قبلوا وقالوا لا هي طفله وصغيره. هنا جينا قصينا بطايق حماته، يعني انا لقيتهم قاصين قدامي بس لا هنا قصيت هميت ثلاثه، وهواي هواي ما سالف لكم والله العظيم، يعني حتى اخواني لقيتهم قاصين اليقين. هنا صعدنا بالسفينة، وهذا دولاب الهواء كلش همية حجمه كبير. هنا راح نودع مدينة العاب ونودع الأسواق، وآخر شي لعبنا موسى. شوفوا موسى أول شي كان كلش خايف ويبكي، كلش خاف خاف بشكل مو طبيعي. بعدين بنات هو يسوي بعدين من طلعته لا قام يبكي شلون أني طلعته، يريد يبقى شوي شوي تعود. مو مثل يقين، يقين عشقها الألعاب والألعاب اللي تخوف،
بس موسى لا ما يخاف من الألعاب، العفو يخاف من الألعاب، هنا شوية لا أخذها الواهس. وهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو عجبكم، وهنا بالطريق من رجعنا. بنات حبايبي إذا أول مرة تشوفون قناتي أتمنى تتابعوني، وإذا أنتم من زمان متابعين وشفتوا فيديوهاتي أتمنى سووا لها لايك ومشاركة من جديد. أحبكم كل شوية ومع ألف ألف سلامة.